سينما محمد علي نجمة مسرح من الطراز الأول. السينما بلاش السينما، خلينا في الدراما. انت فين يعني؟ مع انا برضو بسأل نفس السؤال والله. بصي انا ما بتعلاش ان انا اروح اوديشن او مقابلات او اختبارات كاميرا، بس ما اعرفش ليه الدراما ما عنداني. مضيت مسلسلات كتير وبلاقي ان انا مش جوه المسلسل. وافقت اعمل مشهد واحد. بعد ما تمضي تلاقي نفسك مش موجودة فيه؟ ازاي؟ ما اعرفش، ما بعرفش يعني، ما اعرفش حصلت في ايه؟ اهو ده اللي صار. كنت مضيت مسلسل اهو ده اللي صار، الله، مسلسل زميلة تانية يعني. وافقت ان انا اعمل مشهد في مسلسلات كتيرة جدا، ورغم ان المشهد الواحد علم وكل المخرجين تقريبا عارفيني، بس انا مش عارفة يعني. محتاجة بقى دعم، ومحتاجة اعرف انا ليه بعيدة عن الدراما، رغم ان انا يعني انا كل الناس عارفة. وبعدين انا بقالي 20 سنة واخدة، عمالة باخد في جوائز. فانا الحقيقة عندي نفس التساؤل، هتجنن واعرف ايه الموضوع. بس نجوم المسرح بدأوا يبقوا راسخين في الدراما وفي الا السينما انا الفترة. رغم ان انا نقابية من 7 سنين. انت بتتوجعي يعني؟ دي حاجة بتوجعك، بتضايقك؟ طبعا جدا جدا، لان انا حاسة ان عندي فن محتاجة يوصل للناس، عايزة يوصل للناس، عندي حاجة مختلفة، عايزة فرصة. انا شايفة ان في ناس كتير جدا بتاخد فرص، بما اني نقابية وبما اني ممثلة كل الناس تتكلم يعني عن موهبتها، انا ليه مش باخد فرصة في الدراما يعني؟ ليه؟ عايزة اعرف ليه، مع اني بنتمي للنقابة بقالي 7 سنين. فده سؤال محيرني انا شخصيا. ومحيرنا احنا كمان. طب هل كلمت الدكتور اشرف زكي؟ كلمته، بس هو يعني اعتقد انه هو يعني هو ملوش ايد في انه يشغل يعني. هو ممكن يجيب لنا حقوقنا، يدافع عننا، بيوفر لنا العلاج، بيوفر لنا الخدمات النقابية، لكن هو نقيب رائع الحقيقة. طبعا طب انت طبعا بتحاولي تتواصلي مع شركات انتاج؟ كتير، بس دايما ما بيكونليش نصيب، رغم ان انا بروح اوديشنات وبستجيب وما بتحسيش ان ده انتقاص من قدرك ان انت رغم كل خالص ده؟ على الاطلاق. انا يعني شخصيه مكافحه، وما بستكبرش على اي حاجه، ما بستعلاش على اي حاجه. لو واعلنت في المكاتب ان انا يا جماعه بعمل مشهد، وكل مشهد عملته في مسلسل علم جدا مع الناس جدا. وانا عامله جروب الدفعه مع عمرو وهبه، عامله حماته، وكنت عامله حماه القلابه دي، وعامله مسلسل الاختيار، وعامله رحيم، بس كلها حاجات ما بيلحق يعني، صغننه قوي من خلال المكاتب، مش من خلال مخرج ندهلي انت عندك 42 مشاركة اعتقد في المسلسلات، مظبوط؟ بس كلها مشهد. بس مشهد بيعلم. في ما عدا وسط البلد كان في دور كبير وعلم مع الناس جدا الدكتورة امال، وجروب الدفعة الحمل اللي هي المجنونة دي يعني العملين دول اللي فيهم مساحة بتظهري فيها موهبتك الى وكده. حد ما شويه يعني. وليه عملين في الاذاعه رمضان اللي فات واللي قبله مع احمد امين ومع فراج. بالمناسبه المشهد اللي اتذاع من شويه ده هو المشهد الوحيد ليا في المسلسل. قالوا لي تيجي تعملي مشهد، وافقت. مع منى زكي تيجي تعملي مشهد، وافقت. مع اكرم حسني تعملي مشهد، وافقت. بس ده مش عامل لي تراكم، مش مأكد على ظهوري، لانه محتاجه دور في عمل يتشاف. فالحقيقة يعني أنا كان بيبقى مترشحة بقوة في أعمال، وبيبقى المؤلف يعني بيبقى مكلمني في الدور، وبعد كده بلاقي زميلة تانية عملته. طبعا دي أرزاق يعني، يعني بس أنا من حقي أستغرب. واحنا من حقنا كمان نتساءل، بس احنا فرحانين بيكي وبكل اللي انت النجاح اللي انت بتعمليه. انت نفسك تقدمي ايه؟ على مستوى المسرح في أنا نفسي الدراما؟ أعمل لا شخصية. مش المسرح، انت في المسرح الحمد لله، في الدراما. انا في الدراما انا يمكن الناس مصنفاني تراجيديانه ونكديه، بس انا كوميديانه، كوميديانه جدا، جوايا كوميديا لسه ما خرجتش. فانا نفسي اعمل حاجه زي سيت كوم كده يعني، تكون اجتماعيه ودمها خفيف وتخاطب الناس، ويبقى شكلي شبه الناس، شبه المواطنين العاديين. فنفسي اعمل حاجه كده جدا جدا، يبقى دمها خفيف. وانا عندي افكار كتير يعني، ممكن كمان ممكن اساعد في الكتابة، عندي افكار مهولة يعني. طب فاطمة نجاح عصامي، والدك كان شيخ الجامع وانت بتمثلي وبتهربي من وراهم، ما بتقولهمش، كنت بتعملي كل حاجة من وراهم،
ازاي؟ انا عرفت تعملها ازاي؟ عرفت اعملها لان انا كانت كليتي بعيده جدا، كليه البنات في الماظه وانا ساكنه في الجيزه، فكنت بتحجج بالتاخير يعني. وكنت لما اطلب في مسرحيه اقول لهم خليني بدري، انا عندي محاضرات ل 8، فانا ممكن اروح البيت 9. فكنت بعمل مثلا، عندي رجل القلعه اول عرض عملته من ورا اهلي ده، وبرده ترشحت للجائزه سنه 93. فالاول مره بقول على الهوا ان انا كنت بقول لهم ان انا في الدراسات العليا وانا بعرض في مسرح الطليعه. طب لما اكتشفوا بقى وعرفوا ان انت بتمثلي، ما اكتشفوش لا فعلا ما اكتشفوش الا لما اتجوزت. انت جباره، انت عشان ما كانش في سوشيال ميديا وما كانش في الدنيا كده مفتوحه. ولما تنزل لي صوره في الجرايد بقى او في مجله، مره نزلت غلاف قعدت بقى اصلي ان ما يقعش في ايد حد وكده، وكان في ناس بتهددني بيها. طب لما اتجوزتي وهو فنان وملحن رائع استاذ حاتم، لما اتجوزتي قلت لهم بقى عرفوا؟ عرفوا وبداوا يشوفوني في التلفزيون، وبدا بقى يعني بدا بقى اللي هو عارفه دي كده بس خلاص بقيتي في عصمة في راجل. عصمه راجل. فبعد كده بقى العطله جت من الخلفه، فخلفت البنتين ورا بعض، حسيت ان انا ما ينفعش اسيبهم. ما شاء الله، بس هم امارات. ما انا اشتغلت عليهم بقى، علمتهم فن وغنى ومزيكا ورقص ولغه وفلسفه وتاريخ فطلعوا مميزات برضو يعني. ده حقيقي يعني، حبيبة و فرح وفرح، حبيبة وفرح، أسماء على مسمى. يا رب دايما يا يعملوا رب لك فرح يا رب وتفرحي بيهم يا رب يا دايما، حبيبتي. هما يعني نجمات وعندهم حاجات، هم عندهم جروني حضور. للسوشيال ميديا، وبقى عندنا حاجات عاملة 40 مليون مشاهدة، 30 مليون مشاهدة، ولينا متابعين في كل دول العالم وفي الوطن العربي والخليج وسوريا والكويت النجاح ده بيخليك تحلمي ان انت تعملي حاجة انتوا التلاتة. ايوه هنعمل، انا ان شاء الله يعني هنعمل حاجة عالمية قريب. ايه احنا بقى؟ لسه مخلصين حفلة مهمة مع بلاك تيما هتتذاع قريب على المنصات الانترنت، حفلة مهمة، مغنيين تراث، واحنا اتشهرنا بالطبق البلاستيك على ايوه السوشيال على ميديا، السوشيال ميديا ومغنيين بقى البامية والقصب والرمان، ويعني الدحرج وجري الحاجات المصرية في الفلكلور هتتقطع المصري وتنزل الحفلة قريب جدا، واتمنى ان المشاهدين يتبسطوا يعني ان شاء ان الله. شاء طب الله. بمناسبة احنا جبنا سيرة الغنى، خلينا بقى نسمع ايه تسمعينا ايه انت عايزه تسمعي؟ ايه اللي انت تحبيه؟ انا عايزه اسمعه. هقول لك؟ الدنيا ريشه فرح، ماشي، سعد عبد الوهاب. الدنيا ريشه في هواها تنتره بتره طايره من غير جناحين، احنا النهارده سوا وبكره هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا يا ما ناس بتتقابل من غير ميعاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم، بيضمهم بإيديه ويضمهم حواليه، سبب لقاهم إيه وكان فراقهم ليه؟ الدنيا ريشة في هوا تنترن ترن طايرة من غير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. فرح غنت مكانك في حفلة في النادي الأهلي بمناسبة عيد الأم. حبيبة حبيبة اللي غنت. أنا سمعت حبيبة مرة وهي بتغني أغنية شيرين، ليه قلبي حته مني كده الاغنيه يا قلبي. كده لا يا هي قلبي، بتغني كل حاجه كانت بصراحه، فوق قمه الروعه لا بصراحه. هي احساس وصوت ما حصلش. وانا كانت والدتي لسه متوفيه وبحي حفله عيد الام في النادي الاهلي، فقلت لها لو طلبوا ست الحبايب الحقيني مش هعرف اقولها. فهي بقت قاعده يا حبيبتي باصه ومركزه عليا، اول ما الناس قالت ست الحبايب طلعت تجري على المسرح وخدت مني الميكروفون، وساعتها بصيت ورضيت بالقدر وقلت ماما مشيت بس انا ماما لحد لسه يعني محتاج لي. ربنا يخليكي ليهم. طب تقولي لنا حتة من ست الحبايب. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي
من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت سهري وتباتي تفكري، انا موت سهري وتباتي تفكري، وتصحي من الاذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب، يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة بنتي. الله 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 الله، بنحيي حبيبة وبنحيي فرح وربنا يسعدك. وبنحيي حبيبة. انتي بتقولي ان الرجالة غلابة وان الستات لازم تعملهم زي ولادهم. انت شايفاهم غلابة عشان الست انضج واقوى، ولا شايفاهم غلابة ليه؟ شايفاهم غلابة علشان كل الامهات المصرية ربت الولاد غلط ودلعتهم قوي قوي، وهم ما عندهمش ذنب يعني. واحنا عندنا ده المجتمع ده شكله كده، البنت بتشد عليها والولد بيتسيب له. فهو طالع يا حبيبي ما هو ما تركبته كده غلط، فاللي بتتجوزه بتكمل المشوار بتاع الماما، فلازم هي تقنع نفسها انها ماما عشان تعرف تكمل في الايام العجيبه دي. احنا بنشوف حاجات غريبه بصراحه، من مع احترامي حبي لكل الرجاله، بس اعترفوا ان الرجاله المصريه متدلعين وشايفين نفسهم، فلازم احنا كمان ايه بقى يعني ايه. انا انا ماما. ايه اكتر حاجه مشتركه نتيجه الدلع وان هو شايف نفسه، واللي هو غلطه الامهات والاسر يعني، بيعملها الرجاله؟ يعني ايه الشيء المشترك؟ طول الوقت اكويلي، طول الوقت اعملي لي مش عارف اكل، اعملي لي مش عارف ايه، يعني هو اعملي لي، هو تحس ان هو عايز حد يعمل له كل حاجه. طب واحنا مين اللي؟ وبعدين استحمليني، استوعبيني، انا يعني احتويني، احتويني. طب احنا ايه وضعنا ايه؟ فانا قلت لو كل راجل اتعامل مع مراته على انها طفله صغيره، خد على قد عقلها والدنيا تمشي، وهي تعمل معاه لانه ابنها البكري، والبكري انت عارفه بيبقى يعني ايه، محبوب وغالي، حكايته على الله شويه. فالدنيا هتمشي، لكن هنقف لبعض على الوحده؟ الدنيا مش يعني مش مستحمله تعقيدات. ده حقيقي. فنفوت علشان ايه يعني؟ احنا قاعدين فايه بقى، نخلينا لطاف مع بعض. فاطمه زي ستات مصريات كتير بتشتغل في البيت، بتغسل وتطبخ وتعمل الهدوم، تبقى مسؤوله على البيت وتشوف وجبات البنات والزوج وتعمل كل الحاجات، وموظفه الصبح، وفي الاخر تروح على المسرح تمثل وتغني، وهي عملت كل الادوار دي وتقف على المسرح كانها يعني وحش كده على المسرح. الطاقه الكامنه يا سيدتي بتظهر على المسرح. عفريت يعني. حتى كل الناس لاحظت عليا الموضوع ده، ببقى داخله بيسندوني على الباب والناس بيتخضوا، خش جوه طاقه كامنه. انت لو قاعده دلوقتي ومش قادره تتحركي وطالبه من حد يجيب لك ميه، ولقيتي مثلا لا قدر الله تعبان، هتجري كيلو. دي الطاقه الكامنه اللي بنبقى ما بنشتغلهاش غير وقت الحاجه، وقت الضروره. فانا شغاله على الطاقه الكامنه، اخلص العرض على نقاله، ياخدوني في البيت على نقاله. ومع ذلك تقومي تعملي كل المهام اللي انت بتعمليها دي. وعندي بونيتا وعندي قطط وعندي كمان. الى جانب كل المسؤوليات دي بتعمليها ازاي؟ والله حاوي. ده حاوي جدا كمان. انا حاوي عادي فعلا، وكمان مسؤولة عن حاجات كتير في الأكاديمية، وبعمل أنشطة مع الطلبة وبتواصل مع الجمهور. طب بتنظمي وقتك ازاي؟ أنا عشوائية، ما بنظمش حاجة، هي أنا على الله. ما فيش، بصي هو كده، لو ربنا ما قعنيش وسخر معايا جنود تشتغل معايا، طبعا هيلاقوني واقعة في الشارع على الله. ما برتبش حاجة، برتب ايه؟ لان دي حاجات كتير قوي، مهام كتير قوي صعب ترتيبها يعني. يمكن عشان انا برج الجوزاء، الجوزاء معروف انه شخصيات كتير وبيعمل حاجات كتير في وقت واحد. فيمكن تركيبتي او الكوكب الحاكم بتاعي عطارد هو اللي مساعدني اعمل كده يعني. انت جوزاء. مؤمنه بالابراج جوزاء. جوزاء. كل سنه وانت طيبه. كان من شهرين الجوزاء. أيوة كان. أيوة. في 6 5 و6 كملت 52 سنة.
ما شاء الله ولا يبان. شفتي كل الستات 21 سنه مدى الحياه. خدي ما هذا هو اللي عايزه تفضل صغيره تقعد مع الاطفال كتير وما تقعدش مع الناس الكبيره هتكتئب. لا ملهاش علاقه، ما فيش حد كبير، في روح شابه وفي روح طبعا فيها شيخوخه، ملناش دعوه بيه. انا مصدقه ان انا صغيره خليكي عايشه ان انت صغيره. ما هو بصي اللي هتصدقيه هيحصل. انا صدقت ان انا لازم ابقى يعني اقف واعمل عرض لوحدي، صعب جدا العرض اللي انا عاملاه ده. بغني لايف وبرقص وبلعب عرايس وساعه وعشر دقايق ما بفصلش. نافعني بقى ان انا رغايه اصلا في الحقيقه، فعامل معايا شغل الرغي في العرض.